يلا بينا مع بعض نعمل محشي بدنجان وفلفل بالنعناع والثوم والمكونات بتاعته، هنشوف هنعملها ازاي. وطبق ملوخية ناشف، الملوخية ناشفة زي ما انتم شايفين كده، معمولة ما شاء الله كأنها خضرة، ومعاها شطة خضرة. والطبق المحشي زي ما انتم شايفين اهوت. يلا بينا نعمل، سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجة. يلا بينا نعمل مع بعض. اول حاجة هنعمل خلطة المحشي ازاي. معانا بصل متقطع وفلفل وفلفل احمر وفلفل اخضر، مقطعينه في صينيه كده ماشي، وهقول لكم بنقطعه ليه وهنزل عليه كده بالزيت ماشي. بنحطه في صينيه كبيره ليه؟ عشان القوطه تتسبك معاكي بسرعه. الصينيه بتساعد ان القوطه تتسبك معاكي بسرعه. احنا عملناها بالطريقه دي، هنسيبه يدبل شويه وننزل عليه بالقوطه كده. البصله زي ما انتم شايفين اهي، هي دي بتتحمر اهو، والقوطه هنضربها نص ضريب، مش هنضربها خالص، يعني سيبوها كده ما تضربوش القوطه جامد، كسروها كده ماشي. هننزل عليها بقى بالملح، نحط عليها ملح كده، رشه ملح، هنحط عليها رشه من البهارات، البهارات مخلط كله، كل البهارات اللي عندك كده. هنسيبها بقى تتسبك ايه، ونشوف هنعمل ايه في الخضره بتاع المحشي مع بعض. ومعانا الحاجات اللي اتحط على الخلطه، معانا بصل متقطع، معانا فلفل وقوطه، شبت، ثوم مدوق، وده نعناع غسلناه وقطعناه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هقول لكم بقى هنعمل ايه مع بعض في الخلطه دي. هنعمل بقى في القوطه اللي قطعتها ده والبصل، هنعمل ايه؟ هنحط عليه حبه ملح كده، كده ملح وشوية بهارات كده، وندعكهم كده، وندعكوا بالطريقة دي كده، ندعكهم جامد في بعض ماشي، جامد قوي. وبعد كده هنعمل ايه؟ هنحطهم على الخلطة، هننزل عليهم بالثوم على الحاجات دي. حطينا الثوم المتقطع عليهم، وقرنا الفلفل الحراق ده، وهندعكهم في بعض كده بالطريقة دي، ندعكهم في بعض جامد. وبعد كده هنحطهم على الخلطه برضو. ادي كده الصلصه بتاعتنا اتسبكت زي ما انتم شايفين اهي ماشي. ننزل عليها بقى بالرز كده. الرز ده يا جماعه سيبناه لما غسلته، حطينا الرز عليها، هننزل بالشبت زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض كده زي ما انتم شايفين كده، وهننزل بيه النعناع. النعناع ده بيدي ريحه حلوه وجميله، هيدي ريحه طعم، ريحه وطعم في المحشي هيفرق معاكم. هنقلب الخلطه كده، الخلطه بقت زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل. هننزل بقى عليها بشويه زيت كده، زيت ماشي، هي مش محتاجة توابل بس ايه، هنظبط لها كده حبة توابل حلوين ماشي. بالمنظر انتوا شايفينه ده، بصراحة شكلها اهو، انتوا شايفين شكلها عامل ازاي، ما شاء الله جميلة. ودلوقتي الخلطة زي ما انتوا شايفين، مش بالمنظر انتوا شايفينه ده، هنحشي مع بعض اول حاجة كده بالطريقة دي كده. بس اهم حاجة ما تكبسوش الصباع قوي، خلي الصباع مفرفض عشان تدوا مساحة للرز ان هو يستوي فيه، عشان لو كبستوه بيبقى مش حلو زي ما انتوا شايفين كده. هنكمل الكمية ونرجع لكم تاني. ودلوقتي شكل المحشي بتاعنا هو بعد ما عملناه، هنعمل ايه؟ هنزوده بقى، هنستعمله نزوده، نحط له رشة بهارات كده خفيفة كده. اللي مش عايزة اقول لكم ان الثوم والنعناع مديله ريحة جميلة وطعم حلو قوي، فجربوه مش هتندموا. الثوم بعد كده هننزل بالشوربه، وما تدلوش شوربه كتير عشان خاطر ما يلتش مننا ماشي. جربوا الثوم ده، دقوا الثوم جامد، واعملوه زي ما انا عملت كده ماشي. زي ما انتوا شايفين كده شكله بعد ما عملناه كده، هنسيبه بقى يستوي ونرجع لكم تاني. في بقى شويه خلطه فاضوا مني هنا وانا بعمل الرز، لو سبتهم هيبوظوا، فنعمل ايه؟ نسويهم. حطيناهم كده وهنزودهم بالشوربه
كده بس مش كتير عشان الرز ده ما بياخدش شوربه كتير زي ما انتوا شايفين كده. هنسيبهم يستووا برده مع المحشي وهنرجع لكم تاني. المحشي يستوي هنعمل شويه ملوخيه زي دول كده. معلش انا نسيت وحطيت الملوخيه قبل التصوير كده. احنا عملنا الشوربه، حاطين شوربه، حاطين فيها بهارات، حاطين فيها دجاج، حاطين فيها حته ثوم ني، حاطين ثوم ني فيها زي ما انتوا شايفينها كده ماشي. ومعانا طبق فيه زيت، هنحط فيه زيت بالطريقه دي كده زي ما انتوا شايفين كده ماشي. هنسيب بقى الزيت بس ايه يتقدح بسيط كده خالص عشان خاطر ايه الثوم ما يلزقش، مش يدوبك يعني ايه يتقدح بسيط كده ماشي. ودلوقتي هننزل بالثوم، هنقلب كده، هنقلبه كده، هنقلبه كده زي ما انتوا شايفين. هستنى عليه بقى لما يحمر كده الثوم، بعد ما اتحمر هنحطه سوا مع بعض كده. ريحتها جميلة، ريحتها جميلة وهتعجبكوا قوي، بس جربوها وهي هتعجبكوا. وادي المحشي لما استوى جميل جميل ما شاء الله، ولا لاتت ولا في رز متبهدل فيه، جميل ما شاء الله. ايه رايكم فيه؟ علقوا لي بقى في الكومنتات واعملوا اشتراك في القناه لو الوصفه عجبتكم، لاني انا اول مره اعمل اشتراك في القناه لسه جديده، فشجعوني وبالف هنا وشفا عليكم.